هيئة السكك الحديدية سارعت لنشر بيان توضح فيه تعرض قطار الأقصر الإسكندرية لعملية تخريب في بعض العربات من قبل مجهولين، مما اضطر القطار إلى التوقف ليصطدم بمؤخرته قطار أسوان القاهرة، مما أدى إلى انقلاب عربتين في القطار الأمامي. سيارات الإسعاف سارعت إلى مكان الحادث حيث تم نقل المصابين إلى المستشفيات القريبة. يأتي هذا في الوقت الذي أمر فيه النائب العام بفتح تحقيق عاجل في حادث اصطدام القطارين، وانتقل فريق من النيابة العامة لمباشرة إجراءات التحقيق بعد شبهات تعرض أحد القطارين إلى عملية تخريب.